القرآن الكريم يطالبنا في آيات متعددات أن نتخذ موقفا من أنبياء الله العظام، من أولياء الله، وأن نكون معهم، وأن نتخذ موقفا من أعداء الله وأعداء أنبيائه ونكون ضدهم. مطلوب منك أن تكون ضد إبليس الذي وقف في وجه آدم، وضد قابيل الذي قتل أخاه هابيل، وضد نمرود الذي واجه إبراهيم الخليل، وضد فرعون الذي أراد أن يقتل موسى، وهكذا. من هنا فإن موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله شرطان أساسيان من شروط الإيمان. والحسين سلام الله عليه بصفته وليا من أولياء الله العظام، وبصفته سيد الشهداء، وبصفته حامل راية الأنبياء، لا بد أن نواليه في حياتنا، وأن نكون معه، وأن نحبه، وأن نتبعه، وأن نستمع إلى مواعظه وإلى ما قاله للناس، ومن ثم أن نعادي أعداءه. ومن هنا جاء في الزيارة: إني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، معكم معكم لا معكم.